وزينب مع أخيها الصبط تسأله والعين ساجمة الدمعات كالمزني. زينب ليلة العاشر تتحدث مع الحسين عليه السلام بما حدثته به الزهراء عن الحسين عن مأساة الطف. وزينب مع أخيها الصبط تسأله والعين ساجمة الدمعات كالمزني. أخي قبل رحيل الأم فاطمتين، أيوا فاطمتا أخي قبل رحيل الأم فاطمتين، نادت بفادح يوم الطيب تخبرني، قال أيت حسينك يا بنتاه يترككم، قال حسينك يا بنت يترككم يترككم فمن لي حين تتركني، فمن لي يوم الطفوف، فمن لي حين تتركني. قال فقال إيها غدا نمضي بأجمعنا، فقال إيها غدا نمضي بأجمعنا وأنت تبقين بين الضعن والركن، غدا يوزد خدي ترب هاجرة. أيوا حزينا وأنت تبقين بين الضعن والركن، غدا غدا يوسد خدي ترب هاجرة فوق الرمال وحر الشمس يصهرني، جاك الضيم يا زينب غدا لله درك أيها الشاعر تفطر القلوب، غدا غدا يصوب قلبي سهم حرملة. أيوا حسينا غدا
غديين غديين يصوب قلبي سهم حرملتين آه والشمر يعلو على صدري والشمر يعلو على صدري ليذبحني ويرفع الرأس فوق الرمح منتصبان أيوة حسين ويرفع الرأس فوق الرمح منتصبان يان والأصبحي إلى كوفان يحملني يا ابو اليمه واقول ان تخلص الفرقه ورد ردود يا ابن امي وصيحا هلا بهالمل انا اقول انا اقول يا انهم صدق رديت لا عشان زمان ايش خلى وايش بقى خويا ورد للدار ورد للدار ذيك الدار لا شن كلها لي غير تقل لنا بحجو يا روح شلون يا روح من نصل حسين شحجي لا يا وش سولف له وبديل الحديث مني أول ما أحبي يديه وقلق عين يا نور العين خل من وجهك أشبع شوف يا تالي هل الأطياب يا أخوي وبعد يا زينب شنو عندك ويلة ونايب اللي أقر روحي يا روح من أصل لابن أمي قبل ما أسولف بضيمي وعذابي ومحنتي وهمي أحط راسي على ذراعي لا هاي الأخت من تنهضم وين تجيب راسها وين تخلي أحط راسي على ذراعي وامزج دمعت بدمي وقل له موش انا زينب شلون تعب ويا جناب مر الهوم مر الهوم يا حاد الظعن خواني يا حاد الظعن خواني مر الهوم وشفت بالريج يا الحادي مر الهوم عذران من السادة سيدي صاحب العصر والزمان مر الهوم نسوا بيد الغرب طاحت نسوا بيد خويا 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 يا 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 ابو علي يا خويا نسوا بيد الغرب طاحت مر الهوم ويا الماكو رحمه ولا حميه انا عارف عندكم ولا ترى اهل البصر متعود على الولا قال المجالس كثيرة عندهم ونموا مر الهوم خادم يا حاد الضعان خواني مر الهوم وصف بالريج الحادي مر الهوم خويا نسوا بيد العدا طاحت نسوا بيد
إذا طاحت مر الهوية ويا الماكو رحمة ولا حبي ويا الماكو رحمة ولا عمت عيني وصرت تالي عمت عيني أو صرت تالي وجع ليش أقوم شلون ما يا زينب أقوم شلون يا زينب وجع ليش خويا وجع ليش عمت عيني وصرت تالي وجع ليش قمت من شفت المخيم وجع ليش أقوم شلون يا زينب وجع ليش وأنا حافر فرس مكسور بي وأنا حافر فرس مكسور يا أربي قالت وين أروح قمت أشوف الكون بس نار وسبايا وين أروح وين أروح قمت أشوف الكون بس نار وسبايا وين أروح وين أروح خدر ما ظل عندي بس هاي العباية وين أروح وين أروح خدر ما ظل عندي بس هاي العباية وين أروح الأختك الحرة بعد ما ظل أمان سلهمت عين الشمس صار الأذان وين أروح وين أروح اتيمميت بالشي لأخويا من طحت ظلطين بيها اتيمميت بالشي لأخويا من طحيت ظلطين بيها بس بقات عندي عباية البسها لو صلي علي اشلون تدعي الرب أخويا الشدة وبحبال بديها وين أروح اشلون تدعي الرب أخويا الشدة وحبال بديها اشلون تسجد من تصلي الغرقة تلقى عبتشيها وين أروح بالدموع شيلت اختك نقعت وذاب الجفين بالدموع إن رسمتي على خدودي آهات وحزين وعلى زينب يا خزي يا خزينب كل شهان سلهمت عين الشمس صار جاء الحسن والحسين ألبستهما أثوابهما الجدد ثم تقول أسماء شمتهما شمت الوداع وقبلتهما قبلة الافتجاع لو قابل يا محلى الولد لو قابل أنا يا محلى الولد لا أقى يا ظلم لا أقى ظلم ومحلاه لو شمها وتشم
يما محلى لو شمها وتشمها وسط القلب ودها تضم يا الولد يا الولد يا ابني. قالت اذهبا يا لو قابل اعيني اصلا انا لو قابل يا محلى الولد لو قابل ومحلاه لو شمها وتشم وسط القلب ودها تضم. شنت ليلية أقعد يمها توفت بالشهر السابع الوالد بعض عرفنا أقعد ليلية أقرأ لها مجلس ما ترتاح إذا ما أقرأ لها مجلس وتبجي. تدري شنت كانت تقول لي عم العدة أمي دير بال عليك. أي والله العدة أمي دير بال عليك. كانت تقول لي يا بني عدهر وش قلبي والمعالج يما يبلول يبلول الحلق من ينشف الريج يا يما دير بالك على أمك يا البعدها وياك مو عالظهر فوق الراس خليها الدنيا بلا يا أمه تسوى بيها نعيش. شي لك بدنيا أمه بيها شايف من ترفع يديه هيجي ذا أسمى تقول ذهبا إلى زيارة قبر جدهما. قالت أسمى علي بالماء توضأت دخلت إلى غرفتها إلى حجرتها قالت سوف أصلي وأقرأ القرآن فإذا سمعت لي صوت وإلا فأنا منتحقة بربي منتقلة إلى ربي وملتحقة بأبي رسول الله. يا تقول أسماء مشت إلى حجرتها والله ما كانت مشيتها تختلف عن مشية رسول الله. صلت ركعات قرأت شيئا من القرآن هدأ صوت الزهراء أيها سيدتها. تقول طرقت الباب ماكو جواب من الزهراء سيدتي فاطمة يا ابنة رسول الله ماكو جواب. تقول دخلت عليها وجدتها ملقاة على فراشها أين المنادي وسيدتها أين المنادي وفاطمتها. حركتها وإذا بها ميتة فارقت الحياة. تقول بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق مسحت دموعي بكمي جئت إلى الباب فتحت الباب وإذا بالحسنين أقبلا يبكيا سيدي ما أبكاكما لا أبكى لكم الله عين. قال أسمى ما أن وصلنا إلى قبر جدنا وإذا بهاتف يقول قد أقبل يتيما فاطمة. أسمى كيف أصبحت أمنا الزهراء. قلت سيدي نائمة متعبة. قال ما هذا محل نومها. تقول حاولت أن أمنعهما. قال أسمى كيف تمنعيننا من الدخول على أمنا يا أما تعلمين بأن أمنا لا تهدأ إلا برؤيتنا. دخلا عليها الحسن عند يمينها والحسين عند الشمال. يا حرك الحسن وإذا بها ميتة يا أمي جئنا لك بسلام من جدنا رسول الله نقرأك السلام من أبينا رسول الله. ماكو جواب. يا لولا لولا يم صوت العلي ايش كثر لولا يا يما معدل او ما بيش
يا يما يا معدلة وما بيش لا 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 إلش رد بعد للدار هيهات أريد ولا وياي تقول حتى الأخير أرجوكم الخاطر الخاطر الزهراء الخاطر زينب يما إلش رد بعد للدار لا 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 ظل دعاش كل صبح ذهبا إلى أبيهما جاء الإمام أمير المؤمنين إلى الدار حملها وضعها على المغتسل أراد تغسيلها غسلها تقول أسماء كنت أناول الإمام الماء يغسل بها أسماء تقول جلس في زاوية من زوايا الدار يبكي سيدي ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين قال أسماء اعلمي لما مررت بيدي على ضلع من أضلاع الزهراء وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورا سيدي ليش هو بس هذا الضلع لكم الكسر يا أمير المؤمن والله ضلع واحد يا علي واد حالك شا ضلوع حسين شو تسوي العاد زينب ليلة الحادي عشر تقل أبويا بس شين علي الليل يا كرار بس شين كسر قلب وحيد حسين بويا بس جين تسحق الخيل وانا صحيت بس جين دعو فن وسحق نحل جاء بها الإمام وضعها في صحن الدار ثم نادى حسين حسين زينب زينب تزودوا من أمكم الزهراء يقول الإمام والله كسر خاطري حسين رأيته يقبل باطن قدمي أمي الزهراء وهو يقول أما زهراء كلميني أنا عزيزك العزيز يما ما نسيناك ما نسيناك صدقيني يما ما يما القعدة وياك القعدة وياك ما أحلاها يا يما القعدة وياك يما ما لقينا ما لقينا جينا يا الميشان اجمع أم طيبة وتحلف الناس بختها أم ويل يشبه بس أم شفتها أم كم مرة بحياتي تعبتها أوصت عليت عليها وزعلت تقل روح مسامحة هاي لاجلك طايحة أمها لا يسمونها أنا موت بدون البيت إذا ما شوف أن أمي يصير ظلمة صحت الله بعون كل من فاقد أمه أمي يا بعد الهوى الكل ساعة شم وراها يا وراها إش كثر مشتاق أشوف أم وراها وآهي قطع بقلبي وراها يا ريت ترجع طفل واركض وراها وتيه منيدها وتنشد علي الشيخ يريد نختم برقية أنا ولو عندي مجلس
ثانا لهم الإخوان. رقية يا رقية هاي الطفلة تقول زين ما أخذتها وياها زينب عما وين أبوي الحسين. وصلت للجسد تقول إحنا ندري الطفل من نريد يودع أبوي خلي حلقة على حلقة أبوي. تقول زينب هاي الطفلة مخلي حلقها على نحر أبوها لأن الجسد بدون راس. وتقول له شلونك يا بعد القلب وشلايب ويا هاليوم مر ما قاعد ويا ويا هاليوم مر ما قاعد وياي وياي ويا تعرض واغص بشربة الماي يا ابو علي يا ابو. قالت ما تدري اظن يوعدك علوم بمتون بتك صاير وروم بويا صاير وروم وحك شاربك تلشي من الهدوم بالخراب اش ما تسالهم عني تلشي مدلولة وتصحيني هاي تستاحش من الظلمة وتني وذيك يلجمها جريح بها وتفيق أو تقعد مع ابن الله باللولك تهيق يما ما در صدرك ترضعيني يما ما در صدرك يا حنين جروحنا وملح التراب والخرايب لا ستير لا بيها بار والعيون جناب واحنا بلا حجاب وانا كيل عيني بسهم ترميني خويا وانا كيل عيني بسهم ترميني اش وعدنا الليالي استرنا الظلام حتى لا تبرانا عيون الحرام وين ذيك دارنا وذيك العمى هنا يا هاشيم موت لو ناسيني هنا يا هاشيم موت لو ناسيني 82 شكن سوى والجريح قصي الحبيل يردن دوا ذبلني من الشمس واسموم الهوى ونشما أطوي الدرب يطويني يا الله يا الله